مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله من خلال التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمجلس الأعلى للثقافة هينظم ندوة توعوية بعنوان تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية من خلال لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، وده في تمام الساعة 4 بقاعة المجلس. النهاردة هتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنوفية لقاء مع صغار المزارعين بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور. النهاردة هينظم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ملتقى توظيف بمحافظة المنوفية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. النهاردة هتستضيف مدينة باريس الفرنسية قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لموسم 2024-2025. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه هيتم تقسيم الـ 54 منتخب المشاركين في البطولة لأربع مستويات بناءً على نتائجهم في نسخة 2022-2023 من البطولة.